اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده سمك، يعني نخليها سمك. ولما نقول سمك يوم الاربع من كل اسبوع، وبنعيد الحلقه دي يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره، يعني سمع هوس. النهارده معانا السمك له علاقه بالصياد. الصياد ده البطل بتاع البحر، بياخد اسبوع 10 ايام في قلب المركب، ياخد الرحله بتاعته ورزقه على الله، يرجع بشويه سمك وعايز ياكل في البحر. ياكل ايه؟ معاه النار بتاعته والسمك يطلعه من الميه ويطبخه، فيعمل الطريقه بتاعته اسمها سمك صياديه، على طريقه الصياد، بصل وطماطم وفلفل والحاجات الامكانيات بتاعته، مفيش جنبه سوبر ماركت هنا، هو والبحر والهواء. النهارده هنعمل البوري صياديه بطريقه بسيطه وسهله، ونشوف الفليفر والطعم بيجي ازاي بطريقه بسيطه، والسمك البوري خير مزارعنا بنصدره للدنيا كلها، نختارها ونشتريها ازاي. معانا سمك فيليه قشر بياض للمعترضين، دايما هتلاقوا في جو الاسره يقول لك يا ماما مش بياكل السمك فيه شوك كتير او الحسك يعني. النهارده هنعمل السمك الفيليه القشر بياض مشوي بالزبده والليمون، ونشوف نعمل ازاي الوايت صوص بتاع السي فود، الطعم الحلو ده اللي بنسيب السمك وناكله سواء مع رز او مع بسطه. عدل الاكل بتاعنا الجميل الحلو ده طبعا هنعمل ايس كريم ليمون. في حاجه مهمه جدا النهارده بقى نعملها، دايما الشيف المغازي بيطلع طبق الرز تابع، يعني بيطلع جاهز احنا ما عاملينه من قبل كده، ولكن النهارده هعمل شويه رز صياديه هيكسروا الدنيا. رز صياديه لما يدخل عليه الزبيب والسكر بالتاكيد هيكون طعمه مميز جدا، ونحرق له البصله كده وندلعها، واحنا ضد ان احنا نعمل رز صياديه بالسكر المكرمل او معجون الطماطم، كده بنأذي القولون بتاعنا ومعدتنا. تعالوا نشوفوا بعد الفاصل هنعمل الرز الصياديه ازاي على اصوله، مع سمك بوري صياديه، مع شويه سمك فيليه قشر بياض بالزبده والليمون للاطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابي ومامي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ازاي نعمل مع بعض سمك فيليه قشر بياض مشوي بالزبده والليمون. انا بحط معلقتين زيت زيتون، وعندي السمك الفيليه هتبله سريعا كده بيه عم الشيف. شفنا المقادير مع بعض، شويه توم حلوين، سنه شبت صغيره، شويه الملح الحلوين، معلقه مستردة تنزل كده، والمقادير على الشاشه تاني زي الفل. عصرة ليمون على المستردة والثوم، حلو لغاية كده زي الفل تمام. شوية فلفل اسود، انا مش هحط اطعمة كتير او توابل كتير عشان في زبدة وليمون هنا. وخلي بالكم الاكلة دي بريئة من الكمون والكزبرة، زعتر ثوم ملح وفلفل، واساسي المستردة قبل كل حاجة. خردل، ما لقيتيش مستردة اللي هي عاملة زي الكاتشب معجون كده، جيبي حبوب الخردل دي عادي برضو نوع من انواع المستردة بس فيها الحبوب بتاعتها. انواع كتيره في السوق سعرها في متناول الجميع. المخردل قيمته الغذائيه عاليه جدا، بينشط الدم في كل اجزاء الجسم، الشرايين الدقيقه بالذات. السمك التبل باخد من النشا معلقتين بحطهم على السمك ده كده، حلو قوي، واقلب السمك ده كده. وعندي الزيت سخن وانا شغال. حلو بالشكل ده كده تمام. التقليبه دي بقى النشا ليه يا شيف؟ بيسالوني في الكنترول، انا ماما كانت بتحطه في الدقيق، انت ليه حطيت نشا؟ دي جريمه يعاقب عليها الشيف المغازي. سمك الفيليه المستورد، خدوا العلم بقى وخدوا المعلومه الغير معلومه وخدوا الزبد. سمك الفيليه المستورد ده نتيجه التجميد وتعرضه للتجميد فتره طويله، فالانسجه بتاعته ضعيفه هزيله. انما لو بتعملي فيليه قشر بياض بتاع اسوان الناس الطيبين، الحته الحلوه السمينه دي كده، دي مش معانا النهارده، دي مش محتاج لا نديشه ولا دقيق، هو لوحده ماسك نفسه، عصبه قوي. جبت الفيليه المستورد ده كده اللي معايا ده كده زي ما الشيف شغال كده، تجيبي نشا مع التوابل تحطها عليه، نشا مش دقيق، بالشكل ده كده، وتحط في الطاسه زيت زيتون وزبده، وعمليه التحمير تتم بكل سهوله. اللهم صل على النبي. يلا الصورة الحلوة من قلب الطاسة
بتتكلم مصر. انسي، اذا لقيت السمك ده اتاثر باي درجه حراره مستحيل. يا نعم يا فندم. حلو قوي. المستردة مش مكتوبه في المقادير، انا ضفتها عشان لما ايه لو مش واخد حدش واخد نسيتها يعني، بس لازم المستردة. حلو قوي. نسيب السمك يتحمر كده على ما نشوف الرز اخباره ايه. السمك الفيليه بتاعنا اخباره ايه يا عم الشيف؟ مهم جدا. والسمك بيتحمر نكون مجهزين عصره الليمون بتاعتنا الحلوه عشان هنعمله دلوقتي بالليمون. ايه الحلاوه دي؟ شفت بقى السمك؟ هو ده هو ده. الله. زي ما انا شغال كده. طاسه سخنه. شفت الحمار ده كده؟ امسكها بالشوكه زي ما انت عايز. كرت، تعالى حمريه بقى زي ما هو كده، هتلاقي السمك ده اتقطع منك وشكله وحش زي ما هو كده يا عم الشيف. بنحط شويه ميه مكان ما كنا بنتبل السمك. احنا بنعمل الليمونه دي ميه، خلي بالك مكان ما تبلنا السمك. وبنحط على الميه دي شويه عصير ليمون، اللهم صل على النبي. ونحط قصنص ليمون من ده كده. الليمون الاخضر الحلو ده اسمه ليمون اطليانو. حلو. ونحط على الليمون ده معلقه مستردة، شويه شبت. على فين يا شيف؟ اصبر على رزقك. ونقلب الخليط ده كده. مكان ما كنت بتبل السمك اللي هو النشا ده، قوام الكريمه اللباني. زي ما انا شغال كده. شفت الصلصه دي كده زي ما هي كده. على فين يا شيف؟ على السمك. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، زي ما هي كده. عندي كريمه لباني، باخد الكريمه اللباني كده اقلبها تقليبه. دايما لما تشتري كريمه لباني من السوبر ماركت بتشتري علبه كريمه لباني، في منها اللتر وفي منها الربع لتر، عشان المشكله دي بتواجهنا. يا اختي يا خالتي يا عمتي يا كل مبتدئه في المطبخ، يا شيف، كريمه لباني قبل ما تستخدمها جايبها من اي سوبر ماركت، اي نوع من انواع الكريمه، علب ربع او تمن او اي خام، رجيها رجر جيدا، تترج رجر جيدا، لان العلبه هتلاقيها مرقده تديك من فوق حليب كده لونه ميه وتحت الكريمه، فلازم ترجها كويس عشان تاخد الطعم بتاعها. عذاب يا شيف، عذاب ده، ده عذاب. كريمه لباني متسابه خلاص. نجيب طبق التقديم. سمك فيليه قشر بياض بالزبده والليمون مكان السمكه الصغيره دي كده. الايس كريم يا اخوانا انا مش هلحق اعمله للصراحه يعني، خلينا نعمله مع بعض ان شاء الله لانه ده محتاج، ولكن خلونا نتكلم عن تفاصيله. استاذن استاذ رحاب تطلع بمقاديره وكده، بس نذكر بس ده المشاهدين معلش. ايس كريم بالليمون، معانا من الليمون عصير وبشره ليمون، ومعانا كريم شانتيه. يا نعم. ومعانا جيلي ليمون ده في اي سوبر ماركت، ومعانا فليفر الليمون او اسانس الليمون حسب الرغبه. حلو. ده الرز الصياديه. زي الفل. وعندي كمان الصياديه بتاعتي الحلوه دي كده، تحب الليمون. السمك عموما يحب الليمون. اخبار السمك ايه كده؟ هو ده. شايفين الفيليه؟ هو ده. جيب لي الصوره دي، الله يبارك لك يا شفيق، يا رب تخش الجنه. تعالوا نغرفه مع بعض. سيرفيس حلو كده. الله. اللي بالك بقى هنا الكريمه اللباني عملت لك شويه وايت صوص جامدين جدا. عدل السمك ده يا شيف ايه؟ رز صياديه؟ ابقى بضحك عليكم بصراحه يعني. ده عايزه رز ابيض بسمتي، او عايزه مكرونه بيضه كده بينا، او عايزه شويه سباكيتي من غير اي حاجه، يتحطوا في قلب الصوص ده كده ونقلبهم معاهم ونرص المكرونه على الوش. شفت حته السمكه ماسكه نفسها ازاي؟ لها شخصيتها ازاي؟ هي تركايه. معلتين نشا يتقلبوا مع السمك من غير دقيق، هيخليها لك كريسبي ويديها عصب، وخاصة السمك الفيليه المستورد. ناخد الصوص الحلو ده كده ينزل يتناغم بكل معاني الحب والإبداع على وش السمك. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، دلع. ألف هنا وشفا.
صحة. حلو قوي. بس خلاص اتفقنا ان احنا الصراحة والوضوح شعارنا. معايا ايس كريم انا هعمله ان شاء الله باذن الله يوم السبت مع حضراتكم اذا كان لنا عمر باذن الله، عشان عايز اخش في تفاصيله، ولكن انا حبيت ان احنا نشوف مقاديره على الشاشه. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، رؤيه فن ابداع على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.